نقول لكم عندنا 430 ألف أرملة اللي كتاخذ الدعم وضربناها في 4.5 بالنسبة للحكومات السابقة. ونقول لكم ربحنا الباحة الرباط وربحنا في قيرن صالح، ومن اللي بدينا العشرات ديال الانتخابات الجزئية ونقع ربحناهم وكسروهم. هو ملي كتشوف هاد الهزائم كلها زعما ملي كيشوف هاد الشيء هذا اش باقي ليه؟ بعض الزعماء اللي كيقول لك زعماء سياسيين كيخدوا واحد التعهد وقال لك قولوا لنا حنا كنقولوا لكم دابا اش غيوقع. السيد اش كيقول؟ بريكي السياسه ماشي ديالك. لا من فضلكم انا ما متفقش معاكم، نقول لكم علاش. خليوه في بلاصتو لانه اصبح مؤشر للفشل السياسي. صفقه ونرجع لكم الشباب والشابات، راكم في الطريق الصحيح. هاد النتائج اللي جاو ديال الانتخابات راهما ايجابيه، الناس بغاوكم تبقاو بلاصتكم. انتوما ما سنواصل